وما جمع حتى اليوم بوجود هؤلاء ليس بقليل، ولكن يعيب هذا الأسلوب عدم توحيده في برنامج واحد. نعم. لذلك أجد حاجة ماسة إلى أرشيف الذاكرة. نعم. بنظامات بنظام بيانات رقمية واضح بعد ذلك في المتناول العامة. سوفي شي باغ اكزومبل. نعم. من ثم نطرقوا إلى تسويق هذا التراث اللي راه عندنا. نعم. ما نسوقوا يعني نديروا لها ماركتينغ. الشيء اللي تركب عليه ماركتينغ هو لي 4 بي، برودوي بري بروموسيون بيبيسيتي. برودوي يعني هو التراث، المنتوج هو التراث. بري يعني قيمة تاع التراث. بروموسيون الترقية عن تطوير المنتوج أي التراث من خلال المعارض والبحث الأكاديمي. وأخيرا بيبيسيتي اللي هي الشيء المهم لترويج التراث عن طريق عن سبيل المثال تحمي القصائد في اليوتيوب في الفيسبوك. نعم. أشهر أو نشر القصائد في على الشبكة الاجتماعية. هذا نعم. اللي نطرق لهذا.